ولد النشيد الوطني بين هذه الأوراق والمسودات التي كتبت بيد الشاعر إبراهيم خفاجي لتحمل قيمة تاريخية وثقافية كبيرة تجسد مراحل ولادة هذا النشيد. كاميرا الإخبارية تكشف لأول مرة مراحل كتابة النشيد الوطني بين أوراق الخفاجي ومسوداته. أنا عند الأستاذ محمد الشعلان الله يغفر له ويرحمه وفك درجه وخرج لي أوراق، قال لي بالله هذه توصلها للأستاذ إبراهيم خفاجي علشان هذه أوراق اعتماد النص اللي هو سواه للسلام الملكي. فوصلت له فرح فرح بكثير، لأنه مين ما يفرح؟ هذا يعني عمل جليل كلفته به المملكة وقنبه ورايح يظل التاريخ للسنين الباقية، ربما إلى أن يرث الأرض ومن عليها وما عليها. كبر خفاجي قامة وكبرت كلماته لتردد في كل حدب وصوب وفي كل لحظة وحين، وتتجلى على ألسنة الناس كلما مرت الأعوام تزداد أعماله بهاء وعذوبا، تمد جذورها في أعماق الثقافة وتزدهر في قلوب محبيه، حاملة روح الوطن وتتسع حروفه لتشمل كل جيل. ثم عن النشيد الوطني وكتابته من قبل الأستاذ إبراهيم خفاجي، من أصعب الأمور إنه الإنسان تجيله موسيقى ويقال له اعمل عليها كلمة، صعبة جدا، فما بالكم إذا كان الموسيقى موسيقى السلام الملكي المراد أن يوضع عليها كلمات ليكون السلام الملكي للمملكة العربية السعودية. في الحقيقة التقيت الأستاذ إبراهيم خفاجي جمع كل علمه ومعلوماته ولجأ إلى علم الاختزال من علم البلاغة. النشيد الوطني قصة كلمات تتغنى بالحب والولاء وتمجد خالق السماء وتعكس معاني العزة والولاء وتحفز على حب الوطن وتطمح لأعالي الأمجاد. لقناة الإخبارية ولاء المطرف في مكة المكرمة.